ما يثار مؤخرا في الاعلام العالمي ان محمد صلاح خلاص اقترب من عدم التجديد لليفربول، والله اعلم طبعا كل حاجه ممكن تتغير لسه. يعني اولا، هل اثاره الموضوع ده في الوقت الحالي قد يؤثر على محمد صلاح قبل كاس العالم ولا لا؟ لا لا، ما اعتقدش. بص، محمد هي دايما بترتبط بشخصيه اللاعب، يعني في لعيبه بيتاثروا باي كبيره وصغيره، وفي لعيبه تانية لا. محمد صلاح اصلا بالنسبه لي الفكره بتاعت ان هو يكسر السقف بتاع اللعيبه المصريين دي كانت تحدي كبير، انه يكسر السقف بتاع اللعيبه بتاع نفسه ده كان تحدي كبير، انه يكسر السقف بتاع اللعيبه اللي في الدوري الانجليزي ده تحدي كبير. فاعتقد ان هو عانى من ضغوط كتيره في حياته دايما انتصر عليها، فانا ما اعتقدش ان دي بقت نقطه من النقاط دي. الحاجه التانيه ان احنا ما بنتكلمش عن ان محمد صلاح المفروض يبقى قلقان، لانه لو ساب ليفربول هيبقى ساب الجنه، لان في النهايه هو محمد صلاح لو قرر يسيب ليفربول فهو بكل تاكيد هيروح نادي كبير. النادي الكبير ده ممكن يكون نبتدي بقى نقول هو احسن من ليفربول ولا ليفربول احسن، هو الاهم من احسن، بس في هل انسب لمحمد صلاح ولا لا؟ كلها اسئله هنحطها على جنب دلوقتي، يعني ده موضوع اخر للطرح. ان فكره اللي هو لازم لما تروح تتكلم تعرف مين اللي هيكون معاك في القايمه، تعرف مين المدير الفني، تعرف الخطه، تعرف الدنيا ملائمه ليك ولا لا، تعرف الادوار المطلوبه منك، تعرف كل كبيره وصغيره، عشان ما تتحطش في المواقف اللي اتحط فيها. على سبيل المثال لعيبه زي انطوان جريزمان لما راح برشلونه، لعيبه راحوا مضوا عشان ده برشلونه، بس في الاخر انت جايب واحد بيلعب في مكان ميسي، هتلعب يعني؟ مش هتلعب طبعا مكان ميسي. طالما مش هتلعب مكان ميسي انت جاي تعمل ايه؟ فانت في النهايه الاسئله دي مهمه جدا وضروريه. وعلى فكره لو قعد هو الاسئله دي ضروريه ومهمه، لان عقد يورجن كلوب قرب يخلص، هتعمل ايه بعد يورجن كلوب؟ فاهم؟ هتعمل ايه بعد نهايه العقد بتاع المدير الرياضي ليفربول؟ فالاسئله دي هي هتطرح على ليفربول وعلى غير ليفربول، وده موضوع على جنب. بس انا اقصد ان هنا الفكره بتاعت ان صلاح يتاثر بانه ما جددش مع ليفربول، مش المفترض ده يحصل، لانه في النهايه هو حتى لو ما راحش ليفربول فانت فاهم كويس انه هيروح مكان كبير. طبعا. وفي ناس بتقول ان الاعلام الانجليزي ممكن يبتدي يتصيد لمحمد صلاح في الوقت الجاي، او يبتدي يحط حاجات كتير ملح وفلفل علشان خاطر الاكله بتاعته في الطبيعي في كل العالم. بالظبط كده. لكن حصل ايه لمحمد صلاح لما خد المركز السابع في البالون دور؟ هل اتاثر؟ لا. بالظبط، برغم ان دي كانت حاجه خسر نهائي الامم افريقيا المره الثانيه دلوقتي، ما اتاثر. فانا اقصد ان الشخصيه بتاعت صلاح قويه للدرجه اللي تدينا الانطباع انه ما فيش حاجه هتاثر، بالذات ان لما بتدخل منتخب مصر انت فعلا ما بتسمعش صوت تاني خلاص. مش عشان حاجه، بس فعلا كاس الامم الافريقيه كانت قريبه قوي المره اللي فاتت، لدرجه مخليه اللعيبه مستنيه ماتش السنغال، او ده توقعي وتخيلي. ما اظنش ان اللاعب هيبقى موجود في حدث زي ده او في لحظه زي دي وهيكون في دماغه اي حاجه غير هو ال 90 دقيقه دول. فهو ده اللي انا مش متخيل معاه، ان في اي حاجه من العوامل دي هتبقى مؤثره. يعني الدوافع في قمتها.